أخبار الأحوال الجوية في السعودية وأخبار أخرى أيضا متعلقة بالأحوال الجوية مع مروة فهمي. الليلة مساء الخير. مساء الخير. شكرا. سبقتيني. تفضلي. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة. أبدأ مع هذا الخبر، حيث أكد فلكيون أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد يوم 24 من الشهر الحالي زخات غير معتادة من الشهب، وذلك نظرا لكثافتها، وستشاهد بشكل واضح من السعودية والأردن ومناطق في الشرق المتوسط، بحيث يعبر السماء أكثر من 200 شهاب في الساعة الواحدة، أي بمعدل 3 أو 4 في الدقيقة الواحدة. الخبر كان من طقس العرب. ننتقل مشاهدينا ونستعرض الآن هذه الصور التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر لنا كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض مراكز وقرى منطقة نجران في السعودية اليوم بسبب تكون تشكيلات كبيرة وقوية من السحب الركامية المحملة بالأمطار. وكما نشاهد أيضا الجبال تتدفق بالسيول والأرض تحولت إلى بحيرات بسبب غزارة الأمطار. كما تساقط البرد عصر اليوم على محافظة بدر الجنوب شمال غرب نجران، وتوقعت رئاسة العامة للأرصادي وحماية البيئة تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة على مناطق من عسير وجازان ونجران، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى للمملكة، وكذلك على الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. ويتوقع أيضا أن تصل الرؤية إلى أقل من كيلومترين على منطقة الرياض وتشمل العاصمة وعلى المنطقة الشرقية، ويصل تأثير الغبار خلال الليل وصباح الغد إلى منطقة نجران والمدينة المنورة. نتابع مشاهدينا المزيد من التوقعات المناخية وننتقل إلى درجات الحرارة المتوقعة غدا في المنطقة الشرقية في السعودية. مستوى 30 في الدمام الهفوف والرياض مع أجواء مشمسة. ننتقل إلى القصيم ونلقي نظرة عليها، تصل إلى 33 درجة مئوية، وادي الدواسر ترتفع عنها ببعض الدرجات المئوية. مشاهدينا وصلنا إلى ختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.